السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم، أخباركم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، منوريني ومشرفيني في مطبخي، مطبخ حسناء حمدي. انا حابة النهاردة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. هعمل معاكم القرص الطرية الفلاحي بإذن الله، ان شاء الله تعجبكم، ويا رب يا رب كده تبقى حلوة وتبقى مرضيين عن الوصفة بتاعتي. انا قدامي سريع سريع كده معايا كيلو دقيق، كيلو دقيق، الكيلو دقيق اعتقد يعني انا معيرتش، بس هو 7 كوبايات من الكوباية دي، 7 كوبايات من الكوباية دي، دي كوباية العصير موجودة كلنا في بيوتنا، تمام؟ بصوا بقى، دي كوباية سمنة دافية، كوباية سمنة على حسب ذوقك انت بقى، نصها زيت ماشي، نصها سمنة، بس انا شغالة في سمنة، بس احنا نعمل حاجة شغل نضيف. طب ايه اللي في العلبة دي يا حسناء؟ بصوا بقى، انا قبل كده نزلت لكم في القناة، او هينزل مش عارفة الفيديو نزل الاول ولا ده اللي هينزل الاول. انا عاملة معاكم لبن زبادي، الزبادي ده يا جماعة بتجيب الكيلو اللبن الرايب تجيب الكيلو اللبن الحليب بتاعك عادي خالص، وتحطيه في علبة زي كده وتقفلي عليه في مكان دافي، او ممكن تشغلي مثلا الفرن، بتستعملي اي حاجة، وبعد ما الفرن يهدى خالص بتحطيه، وطبعا بتغطيه كده وبتحطيه تحت صينية ما تهزهوش خالص، تمام؟ طب هتعملي ايه باللبن الزبادي؟ انا هاخد بالظبط بالظبط 1.5 كوباية من الزبادي او من اللبن الرايب بتاعي، زي ما انت تحسبيها بقى. ممكن تعملي لبن حليب مفيش مشكلة، ممكن تعملي لبن رايب مفيش مشكلة، تمام؟ بس علشان الخميرة بتاعتي تتفاعل بس وتشتغل بس، انا حاطة معلقة ونص خميرة، ودي معلقة صغيرة خالص سكر، هي مش بتستحب سكر عشان ما تكونش زي الافران، تمام؟ وعليه وهنا هنحط رشة ملح صغيرة، تمام؟ هنا رشة ملح صغيرة، كل اللي انا هعمله بس هعمل الخميرة بتاعتي قدامكم حالا اهوت، وهوريكم علشان خاطر الخميرة بتاعتي تشتغل، عشان اعرف اعجن. نرفع بس الطبق بتاعنا كده عشان نفور الخميرة بتاعتنا. بصوا بقى، الخميرة بالظبط معلقة، ويعني معلقتين صغيرين، معلقتين صغيرين لكيلو دي، معلقتين صغيرين من بتوع الشاي. السكر ده انا حطاه بس عشان الخميرة تتفاعل، تمام؟ حط بس السكر بتاعي اهو، وحط الخميرة، يعني بكون شايفيني ثواني اهو، يعني بالظبط بالظبط كده معلقتين صغيرين خميره، بس دي خميره اللي هي الخميره البيره، اللي هي الخميره الطريه مش الخميره الجافه. عايزه تحطي جافه مفيش مشكله. طب انا شويه ميه صغيرين مش سخنين، دافيين زي دمعه العين كده، هحاول بس ان انا ايه افاعل بس الخميره بتاعتي علشان خاطر تشتغل، تمام؟ انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هسيبها بس كده تتفاعل، وبعد ما تتفاعل اوريها لكم علشان خاطر نتاكد ان العجينه بتاعتنا تشتغل وما نكلفش حاجه ونرميها على الارض، تمام؟ انا اغطيها كده، وبعد كده هرجع واقول لكم انا عملت ايه. بقى الدقيق ده عشان اوريكم الخميره بتاعتي، بسم رب العالمين، انا افتح عليها اهو قدامكم، بصوا خميره حمرت خالص اهي، حلو الكلام. لما الخميرة تخمر كده يبقى الحمد لله الخميرة بتاعتك تمام التمام، تمام. طب هتعملي ايه يا حسناء؟ هقول لكم هنعمل ايه. صلوا بقى على النبي، احنا متفقين ان انا عاملة كيلو لبن، انا مش هاخده كله، الكيلو ال الدقيق في ال، اللهم صل على النبي، في القرص الطرية ممكن ياخد معاكي نص كيلو لبن رايب، تمام؟ عايزه تحطي ما عندكيش، بس هي الخدمه تبقى خدمه طبيعيه فلاحي، انا مش هكذب عليكي، بس عايزه تمشي نفسك وما تقفيش. علبتين زبادي هاتيهم من بره، او انت تكوني عاملاهم في البيت زي ما انا بنزله في القناه عندي، وعلى نص كيلو لبن، ودوبيه خالص واشتغلي بيه، تمام؟ عايزه تشتغلي بلبن حليب واتنين زبادي مفيش مشكله، عايزه تشتغلي باللبن اللي انا عاملاه مفيش مشكله، ده كيلو لبن يا جماعه، والله بصوا اهو انا اللي عاملاه في البيت، هو مش مضلع. بصوا بقى، لو وريتكم القشطه، انا مش عايزه اقول لكم انا غاسله ايدي، بصوا القشطه، بصوا اهي، هي ميزه الموضوع كله ان هو بيديكي لبن بخيره، انا مش عارفه انتوا شايفيني ولا لا، اهي بصوا انا عامله، انا بعمل بايدي، انا غاسله ايدي ماشي اهي. اعتقد بقى انا كده وريتكم القشطه، والله الكاميرا ظلمه اللبن، بصوا اهي تاني،
بصوا اهي، يعني مفصولة طبعا، القشطة باينة خالص اهي، واللبن الرايبة والحمد لله رايب ومفهوش مية، يعني لسه ايه ومعسلة جدا والله يا جماعة. بصوا اجيب معلقة، انا غاسلة ايدي والعملية كلها ايدي قبل ما تشتغل. بصوا القشطة انا مش هقولها شيلها، بصوا ما شاء رب العالمين اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. بصوا من هنا اللبن اهو، ومن هنا القشطة اهي، مش مضلعة ولا حاجة. كل اللي انت بتجيبيه، بتجيبي كيلو لبن وتكوني مدفية العلبة بتاعتك حلو ومسحاها جدا ما فيهاش نقطة مية، وتحطي كيلو اللبن بتاعك وتقفلي عليه قفلة كويسة في مكان دافي اهو. انا حابة اوريكم بس علشان كل واحد يعرف هو بيعمل ايه. ماشي، اول ما بتفصلي بصي، بص القشطة، بص يا قلبي، يلا كل سنة وانتم طيبين كده، تاكلوا بألف هنا يا رب، ويحمينا ويحميكم شر الأمراض، ويا رب كده بالخير دايما متجمعين. بصوا اهي، فانا مش قلقانة ان انا محطتش زبدة من عندي، عادي يا جماعة. انا كل اللي انا بستعمله، انا قلت لكم دي سمنة عادية خالص، عايزة تحطي زبدة مفيش مشكلة، عايزة تحطي قشطة، بصي ربنا مكتر الخير والحمد لله اهو، متقلقيش شغلي نفسك اهو. اصل انا من حلاوتها عايزه اقول لكم اعملوا كده، فمش عايزه اقول في القناه عشان القناه كذا، لا انا عايزه اقول والله المصداقيه بما يرضي الله. كيلو لبن هتجيبيه في العلبه بتاعك، بس تجيبي من راجل لبان كويس او فلاحي كويس تكوني واثقه منه. وشوف القشطه الله هيديها لك، مش هتعوزي اي حاجه تاني. تمام، يلا بقى نكمل كده مع بعض عشان نكون متفقين. احنا قلنا كيلو الدقيق هياخد معانا من الكوباية دي كوباية ونص زبادي او كوبايتين، هنشوف هياخد مني ايه، وانا معايا كيلو اللبن بتاعي مش قلقانة، هشوف الدنيا معايا ايه واقول. انا شلت القشطة، الصورة بتتكلم عن نفسها خالص اهيت، الحمد لله. انا حبيت برضه اوريكم كده بعد ما كنت هعملها كده، والله حبيت اقول لكم شغلي مخك وفري ودبري. بصي بقى والله قشطة، مش هقول لكم حاجه، اتشالت من على وش اللبن، واللبن لسه اهو زي ما انتم شايفينه اهو كمان، وعلى وشه كمان قشطه. انا مش راضيه ان انا اعمله دي بقى، الميه لما بتيجي تفصليه شوفي اللبن الرايب اهو، بصي قوامه اهو يا حلبي يا قلبي، قوام اللبن الرايب بتاعي اهو، مستهيألي الصوره بتتكلم. هي مش حلقة لبن رايب يا جماعة، هي حلقة قرص طرية، بس انا حبيت اوريكم كل حاجة، انا ولا اشتريت لها كده ولا كده. تمام، اعبي بقى معاكم اللبن الرايب بتاعي واقول لكم خدت يلا قد بس ايه. كده نشتغل الاول وبعد كده. دي اول كوباية لبن زبادي اهي، الاول احط بس الايه المكونات بتاعتي اقلبها كلها، حاطه الملح عشان الفيديو بس ما يبقاش طويل وممل عليكم. بصوا خميرتي اهي، اعتقد بقى انتوا شايفين الدنيا ايه، تمام التمام اهي. انا هحط الاول السمنه بتاعتي وهقلب بقى يا جماعه بايدي، بسم رب العالمين، مش هنبس ولا نلت ولا نعجن فيها، احنا بس هنلمها خالص. ماشي، ومعلش بقى انا غاسله ايدي، اللي حابب يشتغل بقى كده البساط احمدي، انا هشتغل بايدي، هي العمليه ما هي الا ايدك. ماشي، وانتي اكتر واحدة هتحافظي على اولادك، يعني امال لما نجيب الحاجة من بره بتاكلوها ازاي. انا هلمها بس كده، مش هبسها مش هبسها، خليها بس تشرب كده والمها بس، مش بسيت بس عشان بس ما تقولوش ان انا ببس، تعرفوا انا بعمل ايه. انا بس خليت كل السمنة بتاعتي شربت في الدقيق واتأكدت بس كده. هنزل بايه بقى بمكوناتي كلها، بمكوناتي كلها. اول حاجه هنزل باللبن الرايب اهو، دي كوبايه، بسم الله الرحمن الرحيم، واقول لكم خدت مني قد ايه، وهنزل بالخميره بتاعتي اهي، معلش بقى عشان الصوت هيلحق جنبي اهي، وهقول لكم الدنيا معايا عامله ازاي. هبدأ اقلب واقلبها واقول لكم هي خدت مني قد ايه، قد ايه زبادي. دي كوبايه اهي التانية، بس مش ملياها قوي، هحطها
واقول لكم برضك انا عملت ايه تاني. تمام، اقلب بقى الخليط بتاعي وارجع اقلب لكم لغايه الخليط ما اللبن بتاعي. اختفى. هشوف بقى الدنيا معايا فيها ايه. اللبن بدأ يختفي اهو، هعجنها كويس واقول لكم هي هتعمل ايه معايا. دلوقتي اللبن كده اختفى، اللي انا حطيته قدامكم هو ده اللي انا انا بقلبه دلوقتي دلوقتي. الحمد لله عجنتها اهوت، وبعد ما عجنتها الطبق بتاعي نضف زي ما انتم شايفينه كده. بقى بقلبها كده زي ما انتم شايفين، بس انا طبعا عشان الفيديو وعشان انا اشتغل براحتي، وانتوا برضو عارفين يعني ايه قرص، بس انا بقول المعلومة للي داخل القناة جديد او بنوتة حلوة لسه بتكمل المعلومة عندها. بصوا انا عملت كده، وطبعا الطبق بتاعي نضيف اهو مفيش اي حاجة. يبقى المكونات بتاعتي كيلو دقيق، انا جبت زي ما قلت لكم كيلو لبن رايب اللي عملته، فاض كمان اهو كيلو لبن رايب، كيلو لبن حليب وروبته زي ما انتم شايفينه كده. طبعا المية بتاعته دي كانت بتساعدني في العجين اللي انتوا شايفينها. بصوا دي مية اللبن الزبادي. طبعا انا خدت بالظبط بالظبط كوبايتين لبن رايب، ما دخلتش فيها مية خالص، اللي دخل فيها مية الزبادي، وطبعا ذرة ملح، وطبعا معلقتين خميرة مش مليانين قوي، صغيرين يعني، معلقه برضو مش كامله سكر عشان تساعدني بس في التخمير، ما دخلش فيها ميه خالص. وطبعا زي ما انا قلت لكم كام كوبايه كامله سمنه، بس انا انتوا عايزين تحطوا زيت على سمنه مفيش مشكله. وهي بقت معايا عامله زي اللبانه بالظبط، بصوا طريه خالص اهي، دي طريه خالص، دي العجينه بتاعتي. تمام زي ما انتوا شايفينها كده، هي دلوقتي زي الفل زي الفل. هبدأ اقطعها معاكم واوريكم دلوقتي انا هعمل ايه. هي مش بتختمر يا جماعه غير في الصينيه اللي انت هتحطوها عليه، ولا سمنه ولا اي حاجه، ماشي. والتقطيع بقى طبعا هيبقى حسب رغبتك انت. تمام هيبقى حسب رغبتك انت. العجينه بتاعتي زي ما انتوا شايفينها اهي، هبدأ اقطعها معايا الاول زي ما انتوا شايفين كده. بسم رب العالمين اهي، العجينة طرية والله وجميلة يا جماعة، بصوا جميلة جدا الحمد لله، طرية جدا اهي. انا اصلا هحطها في صينية، هوريكم بس الصينية بتاعتي، بس الصينية ما شاء الله كبيرة. بصوا انا هبدأ ارص كده بقى اهي، وهعمل بقى الكميه بتاعتي كلها وارجع لكم تاني علشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو. تمام انت بتجيبيها وبتقطعيها بس كده، كل اللي انت بتعمليه بتقطعيه كده اهي. بعد كده نيجي نبقى نفردها بقى اهي على الصينيه اللي هنشتغل فيها جوه الفرن اهي يا جماعه. اكمل انا بقى بقيت كميتي وارجع لكم تاني. رحيم ادي حاجتي اهيت، حابه اوريكم الصينيه بس اهيت. تمام زي ما انتوا شايفينها كده، دي الكمية اللي طلعت معايا. تمام طب هتعملي ايه حسناء؟ هقول لكم انا هعمل ايه دلوقتي. هركن بس الصينية بتاعتي كده عشان اوسع ايه لنفسي. دي الصينية اللي احنا هنشتغل بيها دلوقتي اللي احنا هندخلها الفرن. تمام انا ما عنديش صواني كتير، انا كل اللي انا هعمله في دي وفي دي، وابدأ احط على في دي وفي دي، واعمل في الصينية اللي انا كنت عاملة فيها، وبعد كده ابقى ادخلها الفرن. تمام احنا هنبطط بس ايه واحدة، ابطط معاكم واحده. ادي بتاعتي اهي، بصوا العجينه والله طريه وجميله مش محتاجه اي حاجه اهيت. بصوا انا ايه هبططها كده هوريكم بس كده، مش هحط سمنه ولا احط اي حاجه، لا تخليها تخيده ولا تخليها رفيعه. طريقه التبطيط بكلوه ايدك كده، بصي اهي عايزاها بقى انت المقاس اللي انت اللي بتتحكمي فيه، بس انت لا بتخليها لا تخينه ولا رفيعه. انا هسيبها بالظبط نص ساعه اشوفها، يعني من نص ساعه لساعه الا ربع. بس يا جماعه اهي، بس هي طبعا اللي يشيلها يشيلها بالراحه اهي، بس طحنتها اهي قدامكم الشكل بتاعها اهو. انا هحطها كده بقى وابدا برضو اسويها تاني علشان خاطر اعرف انا بعمل ايه. انا هسيبها بقى ترتاح، هعمل معاكم كمان واحده اهو، هسيبها برضو ترتاح معايا حوالي كده من نص ساعة لساعة الا ربع، وبعد كده اقول لكم هي خدت وقت مني قد ايه. حاولي بس تخليها على شكل ايه دايرة كده، ودي القرص الطرية ان شاء رب العالمين يا رب كده تعجبكم. تحاول بس عشان الصينية تاخد، تسيبي بقى كده ما بينهم وما بين بعض فراغ. هي قلبي
انا هسيبها بقى ايه تختمر كده واكمل الكميه بتاعتي، هسيبها بالظبط من نص ساعه زي ما انا قايله لكل ساعه الا ربع، وان شاء الله هتبقى احلى قرص هتعجبك جدا ان شاء رب العالمين. وكل سنه وانت طيبه حبيبه بسم قلبي. الله ما شاء الله انا عملت الصينيه ديت. ماشي انا هوريكم بقى بقيه الحاجه بتاعتي. تمام مستنيه كمان اهيت، وادي الصاجه بتاعت الفرن بتاعتي، يبقى ما شاء الله عملت معايا الكميه دي كن كيلو دي. تمام وادي الصينيه كمان اهيت، انا بقى هغطيهم واسيبهم من نص ساعه لساعه الا ربع واشوفهم عاملين ايه. هما ما شاء الله بدات تشتغل معايا اهيت، على اساس ان هي واخده خميرتها الكافيه والحمد لله. هوريكم وان شاء الله هي ما تاخدش حاجه في الفرن يا جماعه. انت هتولعي الفرن بتاعك، لو احنا هنشيل ندخل نسوي ان شاء رب العالمين مش هتاخد حاجه باذن رب العالمين. اغطيها بقى بعد اذنكم طبعا واسيبها ترتاح من نص ساعه لساعه الا ربع، واشوف الدنيا معاكم ايه على حسب حراره الجو. من نص ساعه لساعه الا ربع على حسب حراره الجو، يعني انت نص ساعه سيبيها بس ترتاح خالص، وبعد النص ساعه احنا نشوف لو احتاجت الربع ساعه نكمل، ما احتاجتش خلاص. ومش هقول لكم كل سنه وانتم طيبين، لا هقول لكم يا رب تاكلوها بالف خير، ويا رب كده متجمعين على طول في مطبخي. وما تنسوش بالله عليكم لايك يرفع القناه علشان ربنا يكمل لنا على خير ونستمر معاكم. وانا ربنا يعلم انا بديكم المعلومه بما يرضي الله، وبقول لكم مش هتبخلوا عليا انا عارفه. واشكركم واكمل دلوقتي معاكم، بس بعد نص ساعه نتلاقى تاني ان شاء الله تكون العجينه بتاعتي ارتاحت. ودلوقتي اهيت بالصلاه على النبي بعد ما خمرت معايا هوريكم بس واحده ازاي اهي. بصوا بقى بتترفع ازاي وبتبقى مخموره ازاي. بصوا هي كده اتخمرت اهي عاليه، والكاميرا هي اللي هتتكلم مش اكتر. مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا، بس انا هوريها لكم كده من فوق الصينيه اهيت. بصوا اهي خمرونه اهي. تمام كده خمرت العجينه بتاعتي. تمام هوريكم برضو اللي في الصينيه التانيه بتاعتي بعد الخمر برضو اهيت. بصوا زهره جدا اهي، وادي الصاج بتاعي اهو. بس دي وانا بشيل الصينيه من تحت عليها عملت كده بقى، بس يلا الحمد لله. تمام ابدأ بقى دلوقتي اتعامل معاهم في الفرن. انا مدخله مشغله الفرن الشوايه ومشغله الفرن بتاعي من فوق ومن تحت يسخن بس، وان شاء رب العالمين ادخلها في الفرن واقول لكم خدت قد ايه معايا واوريكم الشغل ازاي. وادي شكلها لما انا ضفتها في الفرن اهو، يا دوب الفرن سخن جدا. هشوف الدنيا هتعمل ايه وهوريكم معايا خطوه بخطوه ان شاء الله واقول لكم خدت قد ايه بالظبط. تمام انتظروا الجمال والحلاوه. مش عارفه اقرب الفيديو التليفون علشان خاطر الفرن مولع، والله سخن جدا. انا هوريكم الدنيا خطوه بخطوه اهو، متاخدش يا جماعه حاجه في الفرن والله. شوفوا الجمال والحلاوه، ايه رايكم بقى؟ والله ما خدت حاجه في الفرن خالص. شفتوا الجمال؟ والفرن جميل وريحته حلوه. بألف الف هنا ان شاء رب العالمين اللي يجرب الطريقه بتاعتي. شوفوا شكل الصينيه عامل ازاي، حلاوتها ويا جمالها والله. شوفوا بقى شكل الصاج كمان، حلاوته الاحمر الجميل الحلو قوي ده. يا جميل يا حلو قوي انت، اللهم صل على النبي. فرحي ولادك وكل سنه وانت طيبه. وانا حبيت اوريكم اهو من جوه الفرن، والفرن جميل ريحته حلوه مفحفحه. هخلص كميتي واوريها لكم كلها. شكل الصينيه اهي سخنه والله، ومش عارفه ان انا امسكها خالص ودايبه دوب. شوفوا طريه مولعه، هسيبها بس تاخد برضو نفسها كده وهشيل معاكوا دي واوريكوا الصاج بتاعي اهو كمان. الصاج الحلو بصوا انا بحبها حمرا محمره كده، مبحبهاش بيضة. بصوا طريه ميه بس هي سخنه. بصوا هسيبها بس تبرد وهوريها لكم كمان. خدوا بالكم انا لسه مخلصتش الكميه بتاعتي، ولا هوريكم على شكلها الا في الاخر كمان لما تبرد. دي حلاوتها وجمالها. تمام شوفوا جمالها بقى اهي، اخر صينيه معايا. شوفوا جمالها وحلاوتها، يا رب تكون كده مش عارفه اقول لكم ايه، مولعه نار كده نار. شفتوا جمالها؟